برنامج إعادة توطين وعندي 5 أولاد بيروحوا على المدرسة وبنت بتروحها روضة. هذه إعادة توطين وقت بيجي إذا لو كي ماجي درن مكتبي دعال من زمان ويعني تشقاتي بعد من زمان. الكلام لأنه أول ما صارت مشروع مدارس خاركيدا صرنا نروح نفتر العالم ونقول لهم إنه هاي المدرسة مؤقتة بس بدنا نخلي الأولاد تنتقل للمرحلة المدرسة يعني تروح على المدرسة مشان تتعلم تصير بس انتقلت لأي دولة أوروبية أخرى يعني مثلا إذا راح ذهبوا الأطفال إلى ألمانيا ذهبوا الأطفال إلى السويد ذهبوا الأطفال إلى أي منطقة دولة أوروبية مشان يكون عند الولد جاهزية للمدرسة. أولادي بيروحوا على المدرسة وما في آيات مشكلة يعني لازم كل الأطفال تروح على المدرسة ويتعلموا لغة. زامي وقت بيجي تشقوا سيارة المكتبة بعلم من زمان بعلم لغتي قلكي باشي جبوان باشي. أهم شيء طبعاً الأولاد يروحوا على المدرسة لأن المدرسة أهم أي شيء بحياتنا وبحياتهم. التعليم والتربية بالمدرسة أفضل شيء. أنا كأم يعني لأربع أطفال أنه بنصح كل الأمهات اللي مثلي أنا أنهم يبعثوا أولادهم على المدرسة لأنه يعني خلص طلعنا من الأجواء اللي ما في مدارس والحرب وهيك لازم يتعلموا لازم يفهموا يعني مو لازم انه يضلوا جهل او اي شيء لازم انه الاطفال تروح على المدرسه وانا كأم يعني الحمد لله انه كل يوم اطفالي بيروحوا على المدرسه وابعث اطفالي بنصح كل ام انه تبعث اطفالها على المدرسه. الاهالي كلهم يبعثوا اولادهم على المدرسه لان المدرسه شيء مهم وضروري لهم يصير معهم تأقلم. السفر مو متعلق بالمدرسه كل شيء لحاله طبعا وفي عالم كثير عنا هون كانوا إعادة توطين وكان عند لم الشمل أولادهم بيروحوا على المدرسة وطلعوا راحوا على دول اللي هن بدهم إياها. وأنا كان الحمد لله هذه إعادة توطينهم وقت بيجي إذا لو كي ماجي درن مكتبي دعال من زمان ويعني تشقاتي بعد من زمان قلكي باشي إذا لو كي ما مستقبل يوان يعني إجبوان باشي متخازن مستقبل يوان بأمنة متخازن بعد من زمان تعبيان غبي وقت بيجي قلكي باشي وأز تمنى دكم شلة جو إيه فيدكي أز تخوازم زاروكي خبش المكتبي تشتاك تنيي